سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدع صلي وراك. سمعت ابويا وامي بيصلوا عليه. اللهم صل عليه. الله حببني في الايمان حسسني بالامان وتعلقت بيه. كتفك وانا يا حبيب الله ونل شرف لقى صحبتك وخط في صفوف امتك واتحامى فيك.